ازيكم، معاكم الشيف بطوطة. النهاردة بقى هنعمل فطاير الجبنة بشكل جميل، فطاير هشة جدا وقطنية وجميلة، هتبقى حلوة قوي في الفطار والعشاء، وتبقى بديل للسندوتشات في المدرسة. بصوا هشة ازاي وقطنية ازاي ولونها تحفة، ومن غير ما ندهن بيض هتبقى جميلة جدا. ان شاء الله تجربوها وان شاء الله تعجبكم. ما تنسوش لايك للفيديو والاشتراك في القناة علشان يوصلكوا اشعار بكل جديد. طعمها روعة، بصوا كلها طرية وجميلة. اول حاجة عندنا كوباية لبن ساقع من التلاجة، عندنا 4 معالق كبار دقيق، هنقلبهم كويس مع بعض. عندنا باكت خميرة ليه معلقة وربع كبيرة خميرة، ومعلقتين كبار سكر، هنقلبهم كويس. عندنا 100 جرام زبادي، هنغطيها ونسيبها نص ساعة. عندنا بقى ربع كوباية زيت، و500 جرام دقيق خاص بالمخبوزات، هنعجن كله كويس مع بعض. نص معلقة صغيرة صودا الخبز، ونص معلقة صغيرة ملح. عندنا بقى 30 جرام زبدة بدرجة حرارة الغرفة، هنعجن كويس لحد ما تبقى معانا عجينة متماسكة وطرية. دهنة زيت خفيفة، هنغطيها ونسيبها نص ساعة. هبتدي بقى بالراحة خالص كده ألمها على بعضها تاني، هلاقي العجينة معايا بتنعم جدا. هسيبها بقى تخمر لمدة ساعة الا ربع، وبعدين هنقطعها لكور حجم الكورة 60 جرام. ممكن تكبروها ممكن تصغروا عن كده براحتكم. هنغطيها ونسيبها نص ساعة. دلوقتي بقى بعد ما خمرت معانا وارتاحت هنبتدي بقى نشكلها. عندنا جبنة براميلي بالفلفل الأخضر، ونشكلها زي ما احنا شايفين في الفيديو كده، سهلة جدا وشكلها حلو قوي. هنخلص بقى كل الكمية اللي معانا في التشكيل، هنرصهم بقى في صاج مدهون عندنا بزبدة بالشكل ده، وهنسيبهم يخمروا ويتضاعف حجمهم. هنرشهم بقى بمية، وعندنا سمسم وحبة البركة هنحطهم بالشكل ده. عندنا بقى فرن مشغلينه على درجة حرارة 180 قبل بربع ساعة، الرف الفرن لفوق وصينية مية على صاجة الفرن من تحت. بصوا بقى ما شاء الله لونه حلو ازاي وجميل،
ان شاء الله تجربوه وان شاء الله يعجبكم. اول لما بيطلع بنغطيه بفوطة، بيبقى طري جدا، هو اصلا اوريدي طري، بس كمان اللي حبه اطرب بكتير بنغطيه، بيبقى تحفة. ان شاء الله تجربوه ان شاء الله يعجبكم. ما تنسوش لايك للفيديو والاشتراك في القناة، ونتقابل في وصفة جديدة مع الشيف بطوط.